شيء استحباك الانتخابات. استحباك الانتخابات بده كتير هدوء، وبدنا نقبل بالآخر، بدنا نحط الورقة. صحيح القانون جديد صعب، بس بدنا نتعلمه، بدنا نحط الورقة وننجح لائحة الجبل اللي هي شوفوا عليه، اللي بده يكون التصويت كثير لانه تنجيب الحاصل الانتخابي يا لا ولو يا بيك. على كبير ومن 40 سنه كنتم موحدين وبعضكم موحدين، بس بتذكر ثاني مهرجان او ثالث مهرجان عمل بعض الفيال كمال جنبلاط كان بشويفات كنت انا وقتها مع الله يرحمه الله الفطايري، فمثل ما كنتوا رح تبقوا رح نبقى اكيد وساعدوني تيمور بالتنظيم بعيوننا بالتنظيم وبالهدوء بعيوننا يعني.